كان هناك رجل يكره الضفادع. أنا أكره الضفادع، والحمد لله لا أرى ضفادع هنا. وكان في أرضه نهر صغير. هذا النهر لي، لا توجد ضفادع فيه. ولكن الرجل لم يعرف أنه كان في النهر ضفدع. ما هذا؟ ولم يعرف الرجل أيضا أن الضفادع تأكل الذباب. ضفدع، أكره الضفدع، ابعد عني. وذهب الضفدع بعيدا. وبعد ذلك جاءت ذبابة إلى النهر، وكانت الذبابة تخاف أن يكون في النهر ضفادع، لكن لم يكن فيه شيء. أخبرت صديقاتها أن لا خطر هناك، وكل صديقة أخبرت غيرها، وبسرعة امتلأ المكان كله بالذباب. من أين جاء هذا الذباب؟ الضفادع تأكل الذباب؟ يا بالزعي، أنا آسف، تعال واسكن في نهري. ولما رأى الذباب أن الضفدع رجع إلى النهر هرب بعيدا، وصار الرجل يحب الضفادع. لا، ليس صحيحا، أنا لا أحب الضفادع، ولكنها أفضل من الذباب.